الآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. رجائي رمزي والتفاصيل رجائي. أهلا محمد، أهلا بك ليلى. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برنامجا جديدا على منصاته الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى ببساطة. يستهدف البرنامج توضيح المفاهيم الاقتصادية بشكل مبسط. سوف يخصص البرنامج حلقات جديدة لتبسيط المفاهيم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والتضخم والسياسة النقدية وأسعار الفائدة وأيضا الركود وغيرها من المصطلحات الاقتصادية التي أصبحت تحظى بتداول واسع بين المتابعين في الفترة الأخيرة. أكد وزير البترول وطارق الملا حرص قطاع البترول على التعاون وتوفير أوجه الدعم للشركة الصينية نورث بتروليوم انترناشونال والتابعة لمجموعة زينهاو في ضوء خططها التوسعية في مصر. وخلال لقائه رئيس الشركة أشاد الملا بالتزام الشركة الصينية في أعمالها واستثماراتها خلال الفترة الماضية كشريك هام لقطاع البترول في بعض المناطق الخاصة بإنتاج البترول والغاز بالصحراوين الشرقية والغربية. من جانبه أكد رئيس الشركة الصينية أن الشركة التي يمتد نشاطها عالميا في 8 دول تتطلع لتعزيز تواجدها والتوسع في مصر في مناطق جديدة وأيضا ضخ استثمارات لزيادة إنتاج البترول الخام. وإلى البورصة المصرية مشاهدينا التي أنهت تعاملات جلسة اليوم، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات تقترب من 1.4 مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه. هذا وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 1.16 ليغلق عند مستوى 17342 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت تقريبا 1% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة، فيما صعد مؤشر أيضا إي جي إكس 100 وهو متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.99% ليغلق عند مستوى 5084 نقطة. في الأسواق الخاصة بالبترول العالمية ارتفعت أسعار النفط معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة بعدما أشارت بيانات التضخم الأمريكية إلى أن أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم تقترب من بلوغ ذروتها. وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقدر طفيف في يونيو مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين في ظل استمرار تراجع التضخم، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.9% مسجلة 80.35 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.2% ليصل إلى 6.75 دولار و96 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.10% لتصل إلى $2.63 للتر. هذا فيما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 2.25% مسجلة $2.62 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال وزير المالية البريطاني جيرمي هانت قال إن ارتفاع التضخم ما زال يعيق النمو الاقتصادي بعد أن أظهرت أحدث بيانات انكماش الاقتصاد في مايو. وأضاف هانت في بيان له إنه بينما كان لعطلة البنوك الإضافية تأثير على النمو في مايو،
يظل التضخم المرتفع عائقا أمام النمو الاقتصادي، حيث قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي انخفض بنسبة 1% في مايو على أساس شهري بعد نمو قدره 0.2% في الشهر السابق له. أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة الثنائية مع روسيا ارتفع في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ بدء الأزمة الأوكرانية. وبحسب البيانات ارتفعت قيمة التجارة الثنائية إلى 20.83 مليار دولار في يونيو لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير 2022 رغم تباطؤ الطلب العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية. مشاهدينا نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى ليلى ومحمد، عليكم. شكرا لك رجائي.